علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، كنا قد توقفنا في الإمام حمزة بقراءة الإمالة والسكت. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام، جيبوا سكت سكت خلف سكت خلف على المفصول من آمن ويقف على الـ على الـ واليوم الآخر ولا ما يقفش؟ لا 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 ما يقفش. يلا جيب السكت توه. من آمن؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جيبوا توسط البدل لورش. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جبوا لطول البدل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام، آية بعدها. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جو الرتبها. وإذ أخذنا توقف فيها منه الإمام. وإذ أخذنا ورش. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ميثاقكم فيها شدغام للسوسيو. لا لماذا؟ ما فيش إلا في بداية لأن فيه ألف بل وميثاقكم أظهر قال أيوة ونرزقك انجلا أيوة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا توقف فيها جماعة صلة جماعة صلة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم هنا المنفصل
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى توا قالون من يمشي معه؟ من يذهب معه؟ الإمام يعقوب أبو عمرو البصري كل، لأن السوسي ما عندهش إدغام، أبو عمرو والإمام يعقوب على قصر منفصل. بالنسبة لي أبو عمرو دور أبو عمرو على قصر منفصل. أيوة. إذن تو عندنا قالون، قلنا يذهب معه من؟ أبو الإمام أبو عمرو ولا يعقوب، والإمام يعقوب على قصر المنفصل. على قصر المنفصل تمام. يبقى نجيبه تو توسط منفصل للإمام قالون. هاي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تمام. ثم نعم وابقى الدوري في هالكم شنو الدوري فاش المنفصل توسط المنفصل ما مشيت أول تو لما جبنا التوسط لقالون يمشي معه الدوري دوري ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر هؤلاء جميعا ذهبوا معه تو نأتي بحمزة ونجيبوا خلف هو الأول لأن عنده غنة ترك الغنة القدام نعم أي جيب خلف حمزة وقف ولا أخذنا في السكت لا لا ما زال سكت ما زال بشو بنجيبه خلف في شنو يا شيخ خلف في المد دوا وترك الغنة أيوة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذا خلف بروحه وعطف عليه خلاد إلا أن خلاد زي مثله هو إلا أنه يقرب الغنة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لا توصل يقالون على وطبعا بالقصر نعم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذا قالون يمشي معاه الإمام أبو جعفر نعطف عليهم ابن كثير واذكروا ما فيه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم لا بنعودها بس يا شيخ بس خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذا ابن كثير ثم نجيبوا التوسط على الصلة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يأتي دور الإمام مرش وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون جيبوا لها توسط البدل خذوا ما آتيناكم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تمام طول البدل مع طول العرض
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سكت خلف، سكت الإمام خلف. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم، خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. شكرا، بارك الله فيك. بشوي بشوي تتعود، هات ما تقولش ما نجيش. تفضل. شكرا. نزيد شوية شغل. لا لا معلش، غير انتبه بس. رحم الله بارك الله. لا لا تمام ان شاء الله. هاي شيخ ابراهيم. شو الاسم الكريم انت كنت تقرا توا؟ طاهر الثاني. طاهر الثاني، بارك الله فيك. رب الله يسمعني ويشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فها شيء هي فها الصلة، فها إدغام لي السوسي. الله جيب السوسي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صلة. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. طبعا في الإدغام بعد ذلك، الناظم قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. فعلى هذا الأساس كون الإدغام فيها الإدغام المحض، وعلى رأي أن هذا الإدغام يكون عسير يأخذ الإخفاء، والإخفاء راه يختلف على الروم. اختلاس. الإخفاء هو الاختلاس، والاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة، لكن الروم هو الإتيان بثلث الحركة. فعلى هذا الرأي يكون عندنا ثلاثة أوجه: وجه بالإدغام المحض عند من يقول بالإدغام المحض، واللي بيقول بالإدغام المحض يقول الإدغام المحض ويقول الروم. اثنين، يعني من قال بالإدغام المحض يقرأ بالإدغام المحض هو الأول، ثم بعد ذلك اختبارا يأتي بالروم اللي هو الإتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد. ومن قال أن الإدغام هذا عسير ثلثي الحركة يأتي ثلثي بالإخفاء فقط، يعني بحيث أن الدال بعدي يجيبها بحركة بثلثي الحركة، يعني ما يجيبش الإدغام، لأن عند الإدغام عسير. فشنو باش بطبقة؟ بطبقة بالإخفاء. فعلى هذا الأساس، على هذا الكلام، الخلاف اللي ما بين أهل الأداء يكون فيها ثلاثة أوجه: وجه الإدغام المحض، وجه اللي هو الروم وجه الاختلاس، ووجه الاختلاس اللي هو الإخفاء. ماشي. نعم. يلا الآية اللي بعد. الخاسرين. نعم. الخاسرين يعقوب حسب الكلام المكتوب اللي عندها فيها في حال الموقف. ها السكت. لا. كيف طريقة السكون بتاعها؟ ولا مش لا ما فيش هذه، لا لا هذه لا ما فيهاش. لا لا. نعم. هاي الآية اللي بعد.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. برضو حتى هذه بسيطة فيها الإمام ورش فيها الصلة وفيها الإمام أبو جعفر يجيب لنا ورش توي خاسئين. خاسئين طبعا عندها وجهين تسهيل والحذف تسهيل والحذف حذف خاسين خاسئين. أيوة منين جبنا دليل الحذف من يقول دليل الحذف دليل التسهيل منين ودليل الحذف بما قبله متذكر. نعم وفي والواو والحذف شيء اصلا والا حتى وحرك به بالنسبه لله حتى في كلمه مستهزئون شنو يقول فيها مستهزئون الحذف فيه ونحوه. ايوه هي هذه نعم بالضبط باه ودليل التسهيل وفي اخرك خلاص اخرك خايف منه يقولها وانت في غير هذا بين بين أيوة في غير هذا بين بين نعم نعم توكل على الله نجيب ورش جيب ورش ولقد علم جيب حمزة قبل جيب حمزة قبل ورش ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا التسهيل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وهذا الحذف. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. باه توا قداش وجه خاسئين؟ هذه ثلاثة ثلاثة هما قصر ومتوسط وطول. باه نحسبوها بدل ولا نحسبوها عارض؟ عارض نحسبوها عارض. والبدل شو نديروا فيه؟ البدل يمشي مع العارض يتابع العارض يعني تابع العارض؟ العارض أقوى. ما علينا نقولوا للغو عاد إيه قصدي لما نجيبوا العارض لما نجيبوا العارض نجيبوا توسط ولا؟ احنا دائما نقول لما يجتمع مدان لما يجتمع مدان نعم اقوى نلغو واحد من الاثنين أيوة. اللي هو اللي اقوى أيوة. نعمل به واللي اضعف نلغوه وهنا عندنا العارض اقوى من البدل ولا لا اذا نعمل بالعارض ونلغو البدل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. باه شنو حكمها قلنا إظهار إظهار ايش؟ إظهار متقاربين صغير اللام والنون اللي تحكي ولا؟ ايوه بالضبط متقاربين صغير صح إيه؟ لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك لا. واللام هذه شنو يسموها؟ لام الفعل لام الفعل أيوة أظهرن لام فعل مطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى يا باب حذفيرة الإمام صاحب تحفة الأطفال لا. يلا الآية اللي بعد لا مازال الشيخ ابو جعفر مشاهده بقرده صحيح ما شاء الله عليك انكم بديتم منتبهين ما شاء الله ما شاء الله نعم ايوه وخاسئين يا شيخ نفاها منو هذا شفاه الا منو ابو جعفر خيره في بعض الاوجه نقفها غريبه شويه ما خاطين وخاسين لا حتى هو عنده لا
ماشي عنده ايه كونوا قردة خاسين ايه صح عنده ابو جعفر ايه عنده ابو جعفر عنده خاطين خاسين نعم اي نعم حذف عنده نعم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين تمام أي البعض فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين هذه فيها شيء مش بالخاسين شيخ ما عندناش إلا فيها إسقاط الهمزة أه؟ ما عندناش وجه مثل القراء منو؟ أبو جعفر أبو جعفر؟ إيه لا عنده تقريبا لا ما عنده ها؟ والله الكتاب فيه موجود على شفتها أنتم؟ خلف أه؟ لا لا أنا بخلف الآن ولكن مش عارف من اللي عنده بدور عنده ولا لا؟ عندكم بدور؟ ما فيهاش خلاص يبقى ما على الخاسئين بحمزة كالوقف على الصابئين فقط أبو جعفر أبو جعفر أيوة خلاص خلاص أبو جعفر ما عندهش أخفى أبو جعفر التأويل أيوة خلاص إيه أنت عندك عنده مش من طريق الدرة مش من طريق الدرة لا هو أبو جعفر مش من طريق الشاطبية أبو جعفر من طريق الدرة درة درة نعم أي نعم أي أي بعد فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين باهي 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 برا برا لاية برا أقرأ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين تمام يا معة وإذ قال موسى تخليل لماذا اللي هو أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر نعم نعم بعدين إن الله يأمركم دوري وإذ قال موسى لقومه إن منفصل قبل هذا هني المنفصل نعم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم طبعا وإذ قال موسى لقومه إن بالنسبة لأبو عمر واقف عاد وقف في موسى ايه بعندنا كلمة يأمركم وقف فاصلة وقفها أبو جعفر في الإبدال يأمركم يأمركم نعم. أن تذبحوا بقرة بقرة نعتبرها في الوجه الثاني لكسائي الشيخ ولا وقف شنية يعتبر واقف الكسائي في موسى واقف ايه باه يعني قصدك بتقول فيها إمالة ولا ما فيها إمالة نعم على المذهب التفصيلي ما فيهاش نعم باه البصري يسكن يأمركم لا يا شيخ لكن وقف هو في موسى واقف في موسى نعم يأمركم عند فيها الإسكان والدوري عند فيها الاختلاس أتتخذنا هزوة هذا طبعا عندنا هزوة بالنسبة لحمزة حفص عند بدلها واو هزوة يقرفها هزوة وقف الوصل لكن هو واقف لكن بالنسبة لحمزة في حالة زي. الوصل سكون زي هزءا هو وخلف العاشر هزءا هزءا قال ولكن لما يقف عليها نقل بالنسبة لخلف العاشر سوى وصلا ووقفا قول هزءا وبس أو هزءا لما يوصلها لكن بالنسبة لحمزة نقل. في حالة الوقف يجوز لأن يقف عليها بالواو هزوا ويقف عليها بالنقل هزا هزا أيوة وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا طيب أنت تو لما قريت يبغى تقالون من يمشي معاه يمشي معاه يعقوب فقط نعم نعم تو نجيب الصلة هاي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هذا قالون ابن كثير قالون معاه ابن كثير نعطف أبا جعفر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين باه هذا منه أبو جعفر جب التوسط لقالون وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا قالون ويمشي معاه ابن عامر يمشي معاه شعبة مش عاصم شعبة قالون وشعب يعني قالون وابن عامر وشعبة نعرف حفص طو قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صلة التوسط. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إمام مرش. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تقليل ورش. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تمام هو دوري دوري أبو عمر. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن لا فيش إبدال يأمركم أن تذبحوا يأمركم هكذا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا الاختلاس ها؟ نعم قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا وجهين للدوري بروحه والسوسي على قصر المنفصل نجيب السوسي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دوري بالتوسط. وإذ قال موسى لقومه إن مد شوية وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم لا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تمام هو ريب حمزة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سكت خلف. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كسائي.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال في العاشر قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا لا هزأ قالوا أتتخذنا هزأ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أن الإمام ابن الجزر قال في حقق همز الوقف والسكت أهمل بالنسبة للإمام خلف في الدرة عنده سكت لا عنده سكت ولا عنده تغيير الهمزة في حالة الوقف هزأ يقرأها هزأ وقفا ووصلا سوسوا همزة لا خلف خلف لكن حمزة يحول في الهمزة في لا طبعا حمزة عنده تحويل يقرأها هزوة والله هزأ يقرأها هزأ ولما يوصلها يقول هزأ قال أيوة في حالة الوصل هزأ سكون الزاي نعم وفي حالة الوقف أحد وجهين يا إما يوقف عليها بالنقل حرك به ما قبله متسكنا أو يوقف عليها بإبدال هواو هزوة نعم هاي غيره هاي تعالى يا معتصم وين محمد أو محمد جاي محمد إيش محمد باي سوا هاي بقرة طبعا هو على المذهب الإجمالي يقف عليها بالإمالة بقرة فهمتني لكن على المذهب التفصيلي ما عندشها إمالة ليش لأنها الراء اللي بعدها تاء التأنيث ما فيش قبلها لا مش هي مفتوحة ولا لا لأنه هو بالنسبة لحروف أكهر اللي هي من بينهم الراء لما بتميل تاء التأنيث بعدها لابد يكون قبل الراء كسرة أو يا ساكنة وهذه هنا قبل الراء فتحة باقة أيوة لأن من باب الحروف اللي حق ضغاط عص خضى حق قاف هذه باقة را لكن هذه راء لو كان قبلها كسرة وإلا قبلها يا ساكنة أكهر حروف أكهر هي من حروف أكهر لكن لم تتحقق فيها الشروط أي ولذلك فيها على المذهب التفصيلي فيها الفتح لكن على المذهب الإجمالي سوى ألف عند الكسائي مهلا قال يبقى فيها الإمالة نعم القاضي كان عند بخلف ايوه هو هذا الخلف الخلف شنو معناها على راي المذهب التفصيلي ما فيهاش وعلى المذهب الاجمالي زي ما قلنا يعني كل الحروف عند فيها الاماله اذا اتت قبل تاء التانيث الا الالف نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون طيب عندنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أيوة فها سكت يعني الحاق ها سكت بالنسبة للإمام يعقوب ما هي قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة
لا فارض ولا بكر. لا فارض ولا خلف. عندنا خلف حمزة. بكر. بكر عندنا ورش. آه. بين ذلك تؤمرون عندنا السوسي وابو جعفر. الابدال. ايوه. اذا انت تو في الوجه الاول اللي قريت به قالون من يمشي معاه؟ قالون يعني فاصلة. نعم. يمشي معاه ابن كثير. ابن كثير وابن عامر ابن كثير والدوري. دوري ابو عمرو. والدوري ابن عامر. ايوه. يمشي معاه ابن كثير ودوري ابو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف خلف العاشر ويعقوب. يعقوب ما هي؟ يعقوب متوقع. ايوه خلف العاشر. اذا هو نجيبوا جماعه الابدال. يعقوب وصل الوقفه المائيه لا في حاله الوقف. حاله الوقف لان هي محل وقف. ما هي؟ ما هي؟ ايوه نعم. فافعلوا ما تؤمرون. هذا منو؟ السوسي وابو جعفر. وابو جعفر. نعم. وحمزه. وحمزه يعني خلاد. حمزة. خلاد مش يا ابو جعفر. السوسي وابو جعفر وخلاد لان خلف. نعم. متوقف. نعم. في نعم. الغنه. في الغنه. نعم. ايوه. طب نجيبوا ورشان. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. تمام. هذا ورش. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وين دليل الإبدال؟ فأبدله عنه حرف المسكن. ما يجيب يعقوب هاي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أي البعدة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم. ورش وحمزة بس. هاي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هاي البعدها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. توسط لدينا شيخ المنفصل فيها شاء. ايه يلا جيب المنفصل. توسط. وإنا إن شاء الله لمهتدون. من ذكوان وخلف العاشر. وإنا إن شاء الله لمهتدون. ورش. وإنا إن شاء الله لمهتدون. حمزة. وإنا إن شاء الله لمهتدون. أي واحد تاني؟ يا شيخ معتصم.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. تمام رتب. قال إنه يقول إنها بقرة بقرة توقف وقفا عند الكساء بقرة بقرة ما قلنا ما عندها الشهى يعني ما عندها الشهى على الأصح ما عندها الشهى يعني على المذهب التفصيلي تثير عند ورش ورش تثير الأرض حمزة حمزة السكر ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت جئت قالوا لانا هذا ابن وردان وجئت عندنا السوسي السوسي وابو جعفر السوسي وابن جماز ايوه سوسي سوسي وابن جماز قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ما فيها الصلة يلا جئت ابو جعفر كله ولا ابن جماز لا لا ما احنا قلنا ابن جماز ليش لان صحيح. قالوا لانا بالنسبه لابن وردان صحيح قراءته بروحها يعني يلا توجيب لنا جماعه الابدال هاي قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون هذا السوسي وابن جماز نعم ابن وردان ابن وردان قالوا لنا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون تمام جبت وحمزة قالوا بالسكت يا شيخ الأرض ايه السكت في الأرض تثير الأرض تثير الأرض ولا لا شيخ ايه حتى هي لكن هو توين واقف ايه في الأرض الآن يا شيخ حمزة عند الوقف فقط لا عند فهل سكت سكت وصلا ووقفا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون بح. طب بالنسبة للخلاد بدري مشي معاه عقله أيوة جيب ورش توا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون توسط البدل قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون طول قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون هذا في حالة الوصل أما إذا وقفنا اختبارا على كلمة قالوا وبنبدو بلانا إما أن نبدأ بهمزة الوصل وإما أن نبدأ باللام وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا إذا كنا اعتدينا بالنقل نبدو بغير همس نقول لانا جئت بالحق وفي هذه الحالة
ما فيهاش إلا قصر البدل فقط. لانا جئت بالحق ما فيهاش إلا قصر البدل فقط. لكن إذا كان بدينا بهمزة الوصل قلنا ألانا، بعدين يسري فيها أوجه البدل الثلاثة اللي هو القصر والتوسط والطول. قالوا ألانا جئت بالحق، قالوا ألانا جئت بالحق، قالوا ألانا جئت بالحق. لا بدون قالوا يا شيخ. نعم وقف في اختباري ولا ايه لا انا جئت بالحق الان انا بدأت بقاله لا ما قلنا احنا اذا كان وقفنا على قالوا اختبارا هي طبعا ما تجيش الا اختبارا الان جئت الان قولوا لا انا جئت بالحق او هذه اذا ما بدناش بالهمزه بعدين نقول الان جئت بالحق الان جئت بالحق ألانا جئت بالحق ماشي أيوة الآية بعدها وإذ قلتم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وبالنسبة للشيخ ابن الوردان كل الآن إيه أي الآن أي إيه كل عند فهل نعم عند نقل نعم توقف بالصيغه قتلتم فدارأتم عند نجمات فدارأتم. الابدال السوسي وابو جعفر السوسي وابو جعفر وحمزه حاله الوقف حمزه عند الوقف ايوه يلا توجب السوسي وابو جعفر السوسي واذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صلة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أبو جعفر وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون آية بعدها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صلة فقلنا اضربوه ببعض لا الصلة في يريكم حتى يسمى الصلة يا شيخ نعم حتى لصلة ابن كثير لا خلي ما زالت هذه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون توسط على الصلة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ورش على الفتح فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون طول البدل على الفتح ويريكم ويريكم آياته لعلكم تعقلون تقليل على التوسط فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون طول على التقليل فقلنا اضربوه ببعضها
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أبو عمرو. أبو عمرو عن التقليل في الموتى. قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حمزة. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. امشي معه الكسائي خلف العاشر. جيب سكت خلف. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ابن كثير تو. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شن خلاص أظن وقت. هاي شكرا يا سيدي في هذا القدر الكفاية والله الموفق للهداية فتح الله علينا جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.